بنادم عنده واحد الفضول غبي كيدخل معاك في شي حوايج ابعد ما يمكن ان تكون من حياته هو. انا درافي وصلتي الحمد لله، راه خدمت، راه مزوج، وراه دابا عندي واحد الوليد تبارك الله، وزيد عليه شي بنيه اخويه وبارك عليك سوقك. قلت لك جهز لهم القفه، نهار كيبدا شي واحد فيهم يبكي نعيط عليك تراريبي. قلت لمرتك انت دير لي حمال وتهزو تسكتو في اللي كان سوقك. كيف باركه انت مالك؟ ومن ولدت انا كاع؟ من ولدت 12؟ فاش دراتك انت؟ كون كنت عارفك انت اللي كترزقهم ما نصبش انا جيت الكعبه، انا نتوسط جيت داركم ونفرز الزربيه ونصلي ونقول لك سبحانك يا فلان، ونجي نوقف عند بابك ونقول لك رزقني. يا انت ما نفعني حتى حاجه بهذا العجب هذا، علاش دخلك؟ واش دخلك في حياتي؟ وكذا دير في حياتك كلها. بنادم ما عنده باش ينفعك، بنادم ما عنده باش ينفعك، الا ما ضركش ما ينفعكش. ولا شي واحد استغفر الله، استغفر الله عز وجل، نحمد الله ونشكره ثم نشكره هو، تبارك الله يجعل شي بركه. اما باش نبدا ندخل الناس كيفاش كيشوفوني بالنسبه لمنظومه حياتي انا، هذا هو الضلال.